لدى الصين ممر اقتصادي مع ميانمار وآخر مع باكستان، ويعتبر هذان الممران الكبيران ركيزتين لمبادرة الحزام والطريق، ويمكن لميانمار أن تصبح مركزاً تجارياً بين الصين من جهة ودول المحيط الهندي وقارة أوروبا من جهة أخرى. الميناء العميق في كياك فيو مهم جداً لمبادرة الحزام والطريق الصينية، فكل التجارات الآتية من الغرب يمكنها المرور عبر المحيط الهندي وصولاً إلى هذا الميناء ومن ثم إلى جنوب الصين. هذا المحور ذو أهمية كبرى لأنه يتجاوز مضيق ملاقة. سيكون ذلك بالغ الأهمية للصين في ضمان سريان تجارتها حتى لو تم إغلاق مضيق ملقا في وجهها.